السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة سلسلة لقاء مع الموجي. مرحبا بكم في كل مكان، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نطرقوا فيه بطبيعة الحال الباك ليبر. بزاف ديال الناس كيسولوني سعيد امتى غادي يلوحوا اللوائح النهائية ديال الناس يتقبلوا في البكالوريا حرة، وكذلك مجموعة ديال التفاصيل الأخرى من بعد ما قدمنا الملف ديال الترشيح ديالنا، وبعد ذلك ما لقينا سميتنا، ومن بعد ما شرحت لنا كذلك داك الموقع ديال تقديم طلبات ديال الشكايه ديالكم. اليوم اصدقائي لاحوا واحد الاعلان خاص باللوائح النهائيه ديال الناس اللي تقبلوا في البكالوريا حره، من بعد ما تمت دراسه الملفات بطبيعه الحال الخاصه بالبكالوريا حره. دونك حنا ما غاديش نطولوا، دونك اللي باقي ما شافش دوك الفيديوهات اللي كنا حاطين على الباك ليبر، دونك هما هادو. حطيت هاد الفيديو حول اللوائح المقبولين في الباك ليبر 2022، هذوك كانوا لوائح مؤقته بطبيعه الحال، وكذلك حطيت هذا الفيديو حول تقديم الشكايه. دونك غادي نشوفوا الاعلان المتعلق بطبيعه الحال اللي نشرته وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضي. نشر اللوائح النهائيه يعني من بعد ما تمت كما قلت لكم دراسه دوك الطلبات ديال الناس اللي داروا الشكايه، وداك الشيء غادي يقول لكم بانه راه تم الاعلان على اللوائح النهائيه، يعني اللي ما لقى سميتو راه صافي يخلي داك الشيء حتى لانجي. دونك تعلن وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه انه تم الاعلان يوم الثلاثاء عن يعني البارح فاتح فبراير 2022 عن اللوائح النهائيه للمترشح الاحرار المقبول لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دوره 2022 بطبيعه الحال، وتمت موافاه جميع المترشحين والمترشحات بنتيجه البث في طلبات ترشحهم. يعني هنا تيقصدوا الناس اللي داروا شكايه وبيعرفوا الوضعيه ديالهم ما تتبعوها، وكذا الشكايات الموضوعه بخصوص هذا الموضوع بهذا الخصوص، وذلك عبر بوابة الترشيحات candidatureback.mingov.ma. دونك اللوائح غتلقاهم في هذه البوابة الإلكترونية اللي غادي تدخل لها بطبيعة الحال. غادي نحاول أني نحط لكم في الديسكريبشن ديال الفيديو باش نسرع لكم الأمور بطبيعة الحال. تيقول لك هنا ويمكن المترشحين المسجلين تتبع مسار وضعية طلبات ترشيحهم من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بترشيحات الأحرار. دونك غادي تلقاو في هذه البوابة كل شيء، الوضعية ديالكم واش تقبلتوا ولا ما تقبلتوا، وتجدر الإشارة كذلك أن اختبارات مادة التربية الوطنية البدنية عفوا ماشي التربية الوطنية مادة التربية البدنية تتم برمجتها لاحقا. يعني بالنسبه للناس اللي بغيت يدوزوا سبور وقبلوا باش انهم يدوزوا سبور، راه كيتعلق غالبا واحد الاعلان بخصوص هاد الماده ديال السبور والوقيته فين غادي يدوزوها، وكذلك المدارس ولا المجموعات ولا المؤسسات التعليميه اللي غادوزوا فيها مثلا سبور. يعني غتلقى سميتك، غتلقى المؤسسه فين غادوز، وغتلقى كذلك الوقت بطبيعه الحال تبداو مع 8 ولا 8 ونص ولا 9 على حساب هما شنو غادي يديروا. وبالنسبه لدوك الناس اللي ما اللي داروا في الموقع ديال الترشيح انهم ما بغاش يدوزوا سبور، فبطبيعه الحال خصهم انهم يجيبوا الملف الطبي ديالهم اللي غادي يثبت لكم كوا بانهم راه عندهم شي حاجه اللي غتمنعهم باش انهم يدوزوا الاختبارات ديال السبور. دونك هذا الشيء كان في هذا الاعلان ولا هذا البلاغ اللي تحط. دونك غادي نحط لكم هذا الفيديو ان شاء الله تعالى، ولا عندكم شي سؤال دائما وابدا راه حنا خوت نبارطاجيو اي حاجه كنعرفوها، والهدف ديالنا هو انكم تقبلوا ان شاء الله في البكالوريا ديالكم، وان شاء الله تحققوا داك الشيء اللي بغيتوا. وما تنساوش كذلك انكم تخليوا لي تعليق اسفل هذا الفيديو وتابوناو في لاشين، وان شاء الله تعالى غادي ندير ما في جهدي باش اني نحاول نحط لكم موضوعات اخرى ان شاء الله تعالى، نسلك لكم الامور وتنضرب لكم موعد في لقاء اخر ان شاء الله تعالى. تحياتي اليكم.